يا هلا يا هلا يا هلا اهلا صالحك اول مره اول مره عقب هالفتره الطويله جمعتيني وياه على الاقل حياكم احنا اكثر والله احنا اكثر حبيبي مستوى النظر مال العين المدى مو قاعد يطالع شيء صغير انت لا هناك الشاشه الكبير لذلك التمثيل في السينما مختلف عن التلفزيون ومختلف عن المسرح صح 12 ساعة بس كذي هاللون قدام المنظرة بس يقعد يتدرب بس يقعد يتدرب يقعد يفكر بروحه كذي هاللون انا بس اخليه بروحه فاحس الحين يوم كبرت قمت اسوي هالشيء بعد وياه ليش هالكلام ما ينكتب في شانلز مالته في انستغرام صح لا لازم احد يدير الحساب من نظرتي انا احس انه يوم صار مخرج خلاه يفهم التمثيل اكثر ما راح تقدر يعني كنت صح فالاخراج اعطاه طبعا لما تصير مخرج تعرف شنو بعدين تبي من ممثل فبعدين لما ترجع ممثل تقول اوكي انا المخرج يحتاج مني كذي وانا كذي نفس المكان في اي زمان مثل صالح ما تتخيل فرحتي كبرها انا اشكر فرحتي ليش كثر يعني اقول لك وش كثر اسولف لك عن عقب تجربتنا في دار غريب في 2021 يعني انا ما كان يمر يوم ما يبطاريك واسولف عنك بالزين وكنت اقول لهم والله العظيم ليش كثر اسولف لكم عن جمعان رويعي ما بو في حقه يا سلمى والله من ذوقك طيبه تعرفين تذكرين من اليوم يمين نسولف نقدع عقب شوي نشرب كوفي وناكل شيء ونتعرف على صالح هاي صالح اول لقاء اول لقاء لك انا وايد مستانسه بكتك اول لقاء شلونك يا ولحظه شو كانت التجربه الأولى حقي أنا هي أول تجربة تمثيلية اللي صح اللي يكون أنا ماخذ دور حقي أنا كانت تجربة وايد ممتعة استانست فيها الصراحة يعني كانت صعبة وكانت طويلة يمكن خصوصاً أول مرة حقي بس أوفرول يعني أول مرة في حياتي أحس أقول أوكي يمكن التمثيل بسوي شيء في المستقبل ترى صالح بقول لك شيء بتضحك أنا بعد هاي كانت أول تجربة صجية بالنسبة لي مثلك فالظروف اللي أنا مريت فيها تعرف كانوا يقولون لي ترى أنت محظوظة قلت لهم ليش شفتي كل شيء في اول تجربه فاليوم بيكون بينكس وحتى ابو صالح قال لي الكلام قال لي شوفي اللي مريتي فيه ترى الجاي اسهل كذا لو ابو صالح انا كنت اشارك في هذا الشيء ابو صالح شلون شفت صالح اول لقاء لا خلنا نعطيه شويه سبيس اعطوني فيدباك يلا احنا ما حصلنا صالح بالعكس يعني انا يعني حبيت خطوته بالعكس يعني ومنه مو كأبو كأستاذ لا ما هو اوكي يعني احنا دائما احنا لا عاطفه لا ما في عواطف اصلا عادي اعرف يعني احنا ما في حواجز بيننا بين بعض صح بالعكس يعني قدم لي يمكن من فتره من كم سنه ويا اصدقاء سووا فيلم كذي مع 10 دقائق وهو البطل مالهم وكذا فحبيت التجربه مالته انه كان عنده اسلوب مختلف عنده تكنيك مختلف حلو علشان كذي انا ما قاعد اياوده ولا اقول له روح هو بروحه يسبح بصالح وينك عن السوشيال ميديا من زمان وين ليش مو من زمان هاي اللايفات الحلوه والتفاعل مع الناس اقول لك اي قول لاني عتيج لا لا تقول عتيج انت متجدد لا صدق انا احاول وياه وايد اقول له يبا ترى السوشيال ميديا الحين هالايام مهم تقدر تسوي لك وايد اشياء يقول لي انا وين مالي في هالسوالف يعني تعرف كيفك انت ياوي التليفون سوي اللي تبي طبيعه اعيش انا لما كنت اصور استاذ جمعان عندي في السناب كنت اسمع عنك كلام اقول ليش هالكلام ما ينكتب في شانلز مالته في انستغرام صح لازم احد يدير الحساب لان لايفاتك حلوه لايفاتك فيها معلومات فيها تفاعل الحمد لله الحمد لله هاي الشغله الجبار وصالح خلينا في السوشيال ميديا اكثر ان شاء الله الحين يعني في خطوه وياه ان شاء الله قريب يعني حسب يعني في ناس وايد يلحون علي ان ابتدي ارجع ادرس اونلاين لايف ما اقدر يمكن بس يمكن جربتها من سنتين والحمد لله يعني فادت يمكن خرجت 75 طالب ما شاء الله 25 من البحرين و50 من السعوديه اكثر من البحرين من السعوديه اي برافو فكانت تجربه حلوه والحمد لله كانت ناجحه فطلبوا مني يلا
عارف انت شنو انشغلنا هذه السنتين ما في تايم هذا يبي له الواحد لازم يركز. انا ما بسمي هذه لقاء، انا بسمي هاي قعده كذي بس ابي اي بالضبط اهل اهل اخوان وربع ابي اطلع منها باشي غير صراحه. وعدني انك انت تضغط على موضوع السوشيال ميديا. لا لا انا شوف ما قال ايش انا اصير برش عليه معلش ما بخليك تحس شخصيتك فيها من شخصيه ابوك من اي ناحيه؟ من ناحيه الشيء اللي انا وايد يصيدني الواو فاكتور من ابوي هو ناحيه الابداع والتفكير. فاحس ان كل ما اكبر قاعد الاحظ هالشيء فيني قاعد يزيد ويزيد ويزيد. يمكن انا في مجال ثاني اللي المجال اللي مركز فيه التسويق، بس احس ان انا فيني نفس الطابع اللي احاول اسوي اشياء جديده واتعمق في التفكير في الشغل. وهالشيء انا احس ان انا شفته في ابوي وهو في شغله. يعني اتذكر وانا صغير لما هو ياخذ دوري يقعد 12 ساعه بس كذي هاللون قدام قدام المضرب بس يقعد يتدرب بس يقعد يتدرب يقعد يفكر بروحه كذي هاللون انا بس اخليه بروحه. فاحس الحين يوم كبرت قمت اسوي هالشيء بعد وياه. انا بقول لك بعدين عقب ما نروح الصاله الثانيه عشان نشرب كوفي نقعد نسولف، بس بقوله صراحه يعني لين وقفت الكاميرا لان هاي السر عطاني اياه، عطاني السر ونفعني وفادني ووظفته ليوم وكذي اقول شكرا جماعة الرويال. بعدين بقول لك انت تستاهلين، انت تستاهلين. اي نو اي نو انت تستاهلين والله والله. نشرب كوفي يلا يلا نشرب كوفي يلا حبيبي يلا حياكم سنة بنقعد في القعدة الثانية نشرب كذي شيء بارد ما ينفع شيء حار صالح كلش لا ايش تشرب صالح؟ ليديز فيرست تعالي خذي لا ضيوفنا اول لا 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 انا مو بضيف انا صح انت راعي المكان اي ويل هاف باشن فروت صلاح لا الوالد انت حلو لا 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 لازم يلا يلا زين ثانك يو كوفي اند برجر يلا خلص سوالفنا اوكي يلا بصالح شو الفرق ما بين الشاشة الصغيرة والشاشة الكبيرة؟ أوكي. شاشة التلفون وشاشة التلفزيون وشاشة السينما، هل هذه الشاشات كلها تتشابه؟ لا مختلفة، يعني كل واحد وله وظيفته. يعني خلنا نأخذ على سبيل المثال السينما مثلا. السينما لازم تدخلين الصالة اللي ندخلها والشاشة الفضية هذه الكبيرة، ولما الإضاءة تطفى تبتدين تعيشين انت مع الفيلم. احنا نروح المكان هني تعيشين خلاص تندمجين تاخذين ثقافه علم، هذا اللي تعودنا عليه. السينما ما يصير من خلال مثلا تليفون او اي في السوشيال ميديا، يبقى هذه نخليك ارشيف مرجع. اوكي ممكن ان نفع احنا طبعا التطور انه ممكن يتحول بس ينعرض على شاشه كبيره، الكادر غير، اللقطه غير، تحسينها كتشوفين. يعني السينما لابد انه يكون مكانها في الصاله. هاي بالنسبه حق الافلام، هاي نظرتك انت كممثل وكمخرج ايضا. أيه. لكن انا عندي بعد ملاحظه في بعض الاشياء انا عن نفسي مثلا احب اشوفها، بعض الاعمال سوري احب اشوفها في الشاشه الصغيره مثل أوكي. المسلسلات كقول لك اذا كانت سيزونز مثلا بالضبط. اوكي احنا نشوف أيه. نشوف احيانا كقول لك هو مرجع، بس تاكدي ان راح تكون المتعه اكثر لما تكون على شاشه كبيره. انت تبتدين خلاص مستوى النظر مال العين المدى مو قاعد يطالع شيء صغير انت، لا هناك الشاشه الكبيره. لذلك التمثيل في السينما مختلف عن التلفزيون ومختلف عن المسرح. صح المسرح له تكنيك، التلفزيون له تكنيك كتمثيل واخراج، ايضا السينما له عالم الخاص. ما يصير احيانا نخلط في اشياء نسوي سينما، هي مثلا نقول والله لما نصور كاميرا واحده نقول استخدمنا السينما، طريقة السينما. التلفزيون لازم كاميرتين أو ثلاث وأكثر، مع أنه صار الحين ممكن في السينما يحط 20 30 100 كاميرا عادي. صحيح. يعتمد أنت طريقة التخدم أنت. صح ممكن. مثل صالح وهو صغير على فكرة إيه نعم، مثل أول سنة كانت عمره كم شهر، كان بس حق فوتوغراف. بس كان رافض حتى الصور اللي اخذناها منه وهو يصيح. كنت رافض ما تبي يطلع عليه صبر شوي. ومره ثانيه كان عمره يمكن 3 4 سنوات، كانوا بيصورون حلقه حق مؤسسه البرامج المشترك. حلو. فقالوا واحد ويا ولده لازم، قالوا على الطالبين انه صالح يكون ولدك يجيب انت وياك، يعني ما بنجيب احد.
نفس اللي صار نفس اللي صار فيني كم من مره. نبي بنيي بنتك على اساس انك لا انا كنت ارتاح ترى نفسيا ان هي بنتي يعني يمكن نفس الشيء اذا انا ما غلطانه. بس كان كل شوي عيد وعيد لا بابا خلاص بلشي يلا بالضبط الشيء بابا لا بليز اوقف اقول له بابا لا معلش شوي احب نخلص معلش بابا تعبت خلاص والله تعبنا احنا نقول الحين شوي بنخلص شوي بنخلص. بصالح كلمني على المسبح تجربتك مع المسبح. تجربة جميلة ممتعة لها عالم 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 مختلف تماما. أحس بمتعة أحس بروحي إن أنا أشتغل في المكان الصح مع مجموعة مثل أحمد شريف محمد صليطي عمار العماري كلهم الكل المجموعة الشباب يعني بصابر الدرزي السادة هذه الجروب الروح الحلوة معمل عندنا احنا تحسهم كانوا يستفيدون منك كجمعان الرويعي. الحمد لله نستفيد من بعض المخرج. نستفيد من بعض على فكرة حلو يس دائما يعني انا حتى لما يعني اعطي ورش حق يعني تمثيل اقول لهم لا تتوقعون بس ان بعطيكم انا بعد بستفيد منكم انت برافو. ممكن انت وتعلمون بعض فلا تشوفوني انا مدرس واستاذ وكذا لا خلا نعلم بعض. انا احترم هالتواضع اللي فيك لا مو تواضع بالعكس طريقه حلوه لا لا بالعكس مفيده لانه فعلا احنا يوميا احنا لازم نستفيد من تجارب. انا مريت بمواقف صراحه يعني احس احيانا ان اللي قدامي بس يبيني اسمعه بس يبيني اسمعه لا لا. احيانا اللي يقوله مثلا ما يناسبني صح احنا اللي يقوله انا في شيء في داخلي يقول انه لا والله لو سوينا احنا كذا ممكن يكون افضل. هذه اللي صاير عندنا احنا هاي شيء حلو فيك نسمع إن نحترم عندك بعض ايوه ونفهم ونؤمن في بعض. انا اعتبرها وين تو وين سيتويشن اصلا انا استفيد وانت تستفيد في النهايه العمل بس عشان نطلع بنتيجه احنا في النهايه حلوه يعني. فخلصنا التجربه الاولى والحمد لله يعني اول ما كلمني يمكن احمد كتعاون معه كان من خلال عصابه الامهات فمتصل فيني احمد شريف يقول لي ابي اشوفك اليوم كان شغله كذي تعال خلينا نسولف. قلت له احمد شريف وين ايش يبي وين رايح ما فكرت انه يمكن يكون في شيء اما خمنت يعني اي وين بيوديني شيء. فقعدت معاه اول قعده وسوالف وقال لي وكذا كذا 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 قال لي القصه انه بيسوي احمد شريف شو مسرح الحمد لله كانت تجربه ناجحه وعنده 12 دقيقة بنبي نسوي فيلم سينمائي كذي بين الفصلين فأنا كنت أنا وياه في البطولة. فلما قال لي القصة قال لي السيناريو جينا في التنفيذ فلا شفت في ليفل ثاني مختلف قاعد عند أحمد شريف يعني في اتجاه مختلف أشوفه يعني غير الآخرين. وايد يسألونك عن سعدون وايد يسألونك عن شخصية سعدون شو يعني لك سعدون؟ شيء كبير على يعني شخصي. انت تحس ان مسلسل سعدون هي نقطه تحول او بالتأكيد. شيء او شيء لا ينسى او شيء لن يتكرر هذه بفضل الجمهور يمكن ينقصنا في الفتره هذه الحب بين المجموعه في العمل الاخلاص التفاني اشياء جميله تقدرين تطلقين عليها طلع هذا العمل بهذا المستوى. بصراحة أنا كل مرة أشوف سعدون كذي أول مرة أشوفه. تعرف شنو المسلسل بعد اللي أنا أحس هو يعني يشبه سعدون في الأثر ماله درب الزلق. درب الزلق كان إحنا ودائما أقول إن نعتبره رقم واحد في الخليج. ما يعني لن يتكرر. لن يتكرر هذه. ولن ينسى. لا والله. وعمل لا خالد. لا أنا سعدون أنا أشوفه نفس الشيء صراحة. الحمد لله. في قلبي مثل سعدون نفس الشيء حتى الحمد لله. موسيقى المسلسل تصيحني إيه أنا. خالد الشيخ. أوه العملاق خالد الشيخ موسيقار فنان مبدع ذكي الأغنية الموسيقى يعني حتى. والفيديو كليب حتى بعد على آخر شيء. دمعة جمعان الكل مقلدها. وكنا نحاول نسويها حتى انا وخواتي كنا في الزمان كنا نحاول نسويها سواء في الاحنا اتذكر كانوا الناس يسالوني وايد وانا صغير شيء كانوا يسالونك؟ ابوي ابوك هاي صدق الحين حق مريشة ثلاث دقائق اربع دقائق ما طلعينا لا لا وقت موجود يعني انا ما ادري لا على فكره ياتني فتره يصيدني اصحى من النوم يصيدني الم في عيني من هاللحظه ما اقدر افتح عيني صارت يمكن ثلاث اربع مرات اتصل في البحرين ها عارضين مسلسل سعدون اللي يقولوا اي اي واصله الحلقه الثالثه الرابعه ما اوكي شكرا شك بس طقت عين
اوه اي والله انت اذيت احيانا منها يعني. محبه الناس حلوه. الحمد لله. تحبون الحلاوه؟ يس. اذا خلنا ناكل شوكليت جايبين احنا هالمره من جناحي سويتس. اوكي. حلو شكله والبيربل جميل. انا اعتقد البيربل شوي. حلي رجله وبعدين نغني بصالح. ايوه ايوه لا كلنا بنغني لا 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 كلنا بنغني تخيل رحنا في مسرح وبنغني يلا ما حد بيشوفني بس كم من اهل جامينج نسميها ما حد بيشوفني بس كم من اهل الله يستر الله يستر تفضل يلا ابوي تفضل تفضل انا باخذ شوكليت اوكي نفس المكان وغنيت سعدون مع جمعان روعي بنفسه. بصالح انا قعدت افكر قلت الحين اذا بصالح وصالح بيونا لا لازم الاكل اللي يحبه بصالح يعني بيتزا باستا يزعل منه بصالح ما ينفع ما يمشي لا لا فاحنا جبنا لك من البسطة الاكل الله. اللي المفروض انت تحبه حتى صالح انا اكتشفت راح الدايت خلاص لا خلاص ايدت اليوم ما في كلينا شوكليت من جناحي مقصره والشكر لا ما في اوكي شلون علاقتك مع الاكل؟ انت تاكل بصالح؟ لا الفتره الاخيره للاسف يعني صار لي ابد اي صدقي ما ابد ما حتى وقت الشغل احيانا إيه انسر روحي انسر 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 بس شنو يعني اللي بتاكل الحين خلاص بصالح يعاني يبي ياكل شنو الوجبه اللي صدق انت تحبها؟ والله اكيد سي فود بالله صدق والله انا اتذكر انك تحب السمك هاي فيديو غريب بالضبط احنا جبنا لك صراحه لحم جبنا لك دياي جبنا لك هريس عسى مضبوط صح ممتاز وانا سمعت انك طباخ ايه صح يعني عاد حسب التصنيف يعني مثلا ايش يعني ايش تحب تطبخ بصالح متخصص في قاعته دياي والله سمعت والخثاق بعد شاطر فيه خثاق صالونه خثاق وربيان بعد ناشف رنقينه هذه بالصدفه صارت مره في برنامج صارت. برنامج والكل يا وجهه عليه فاجأني انه لازم اتصل في احد في الاتصال طبعا في الوالده رنقينه مش عرفني اسوي انزين سوي شيء يقول عندك كم 20 ثانيه لازم قالت لي بس حطي كذي اول برنامج انه 20 ثانيه اي بس تستشير ويت الرنقينه زين تتصل في من فاكيد الوالده على طول على طول ها سوي كذي 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 قلت لها خلاص بس سريعه اظن الرنقينه اي سريعه ما اتوقع اي كذي ناكل بصالح يلا يلا ناكل يلا حياك يلا شو احط لك اول؟ وش هذي عنك انا؟ هري لحم اوكي احط لك هريس 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 اي هريس انا بحط لك اوكي
تحب الهريس يكون فيه وايد لحم؟ إيه ولا لا 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 إيه أنت بعد أصحابك في ناس يحبون الهريسة تكون وايد يعني تكون يعني ضاربينها عدل تكون وايد لينة أنا لا أنا أحب أحس بالحب لا أحب أيوة أنا أحب أنا قبل كنت أخذ شو اسمه في معون قبل لا تستوي كاملة حط بس في معون أنا بعد بس قبل لا يذوب الحب أحب أحس فيها صالح ترقد عقب الغداء والله قول اذا في شيء تصير فيني تصير فيني تصير فيني وايد فمشي قمت اشرب كوفي اكثر الحين في المطبخ بس اللي ما والله لو اشرب كل الكوفي اللي في الدنيا انا لازم ارقد العصر لا الحين صوتك لا لا انا حتى في لوكيشنات ترى خش وارقد سويتها ايه صار غريب لازم كلهم يعرفون وين هي لدرجة إن مرة صادني موقف بهل ولا أنسى قعدت من النوم تعرف خطوط المخدة فيني خطوط المخدة مشكلة الراقدة تكون حلوة وايد لدرجة إن تصوير على المخرج قاعد طالع قال الحين هاج كثر يبين الخطوط تروح في وايد قلت لهم صراحة ما أدري أنا رقيت شو أسوي صالح بحط لك عيش أنا سعرت كتير يعني الفترة الأخيرة ياتني كم يوم كنت يعني تعب 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 لا فياتني انام العصر لا انا احب ارقد العصر انا قاعد الساعه 8 قاعد الساعه 9 بالليل لازم ارقد العصر وانا وحده عادي لا تعطوني اكل ولا تعطوني اشرب شيء انا وحده ابي انام لازم بصالح بسالك سؤال وانت تاكل انا بسالك سؤال الاخراج ولا التمثيل وشنو الفرق بينهم انت كجمعان الرويعي وين تشوف نفسك كمخرج ولا كممثل لا اكيد اكيد يعني المرتبه الاولى ممثل صدق والله اي تربي خلاص يعني عارف تربيت على هذا الشيء وانا صرت يعني كان عمري 11 12 سنه وخضت ذي العالم من حب انا اكون ممثل الاخراج الوسط يمكن المقربين هم اللي دفعوني يلا انت مخرج انت مخرج بس ما حبيت اني استعيل يعني ابتديت الاخراج كمخرج مساعد ومنفذ مع الاستاذ بسام الدوالي هني تاسست يعني كمخرج منفذ وابتديت اشتغل وما اشتغل مع اي احد الا اسماء يعني انت بتشوفين مخرج او مخرج مساعد او منفذ الا اسماء لها قيمتها يعني انا لاحظت هذا الشيء استاذ احمد يعقوب المقله الاستاذ الله يرحمه عبد العزيز منصور العرفج اسماء عارفه تعطيني خصوصا حتى لما كنت ممثل كنت وايد اهتم بالاخراج واشوف المخرج شلون يقطع وشلون كذا فكنت اتعلم من سنه 2000 كانوا يطلبوني منتجين ان انا اصير مخرج بس انا كنت حاسس ان انا ممثل للحين يعني فرصه الاخراج ما ابي استعيل فيها انت لما تمثل وتكون واقف قدام الكاميرا ويك مخرج مثلا يعطيك توجيهات yes. انت تحس في داخلك انه والله انا كمخرج لي نظره لا. انا احس لا ما لا لا. أنا تنسى ألغي. تنسى ألغي. المخرج الغي الغي تماما ولا له علاقه ابدا وانت يا صالح شلون تشوف ابوك المخرج جمعان الرويعي قبل يعني انا مساعه كنت اسولف معك لاحظت انك انت وايد لما تتكلم عن ابوك تتكلم عن تكنيك جمعان الرويعي وقفه جمعان الرويعي كممثل فيها الدور فيها المشهد فيها المسلسل بس بشكل عام هو كمخرج شلون نظرتك انت له من اللي انت تشوفه هو مثل ما قال من حتى من وجهه نظري انا لما اشوف ابوي اشوفه كممثل وكمخرج يكون وايد 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 غير ففي التمثيل أشوفه يدقق على أشياء ويدش فيهم يتعمق فيهم وايد ويسوي تقريبا ساعات نفس الشيء بس عشان يفهم الشخصية وأحس وهو مخرج فمن نظرتي وأنا أحس إنه هو يوم صار مخرج خلاه يفهم التمثيل أكثر ما أريد تقدر يعني يمكن تشوفه صح فالإخراج أعطاه طبعا لما تصير مخرج تعرف شنو بعدين تبي ممثل فبعدين لما ترجع ممثل تقول اوكي انا المخرج يحتاج مني كذي وانا كذي هذه فعلا نقطه مهمه يعني فعلا وايد فادتني فانت دخلت في هذا المجال تعمقت فيه اكثر تعمقت فيه اكثر وخصوصا الفتره اللي لما كنت في الكويت مع حبيبي اخوي محمد دحام الشمري كلمني عن هاي التجربه بليز اوه جميله هذه من التجارب الواو يعني في حياتي يمكن 3 سنوات كنت مخرج منفذ مع حبيبي محمد دحام الشمري كنا في السنه نقدم عملين يعني ابتديناها بشاهين تأليف راشد الجودر وبطولة الفنانة الكبيرة طبعا سعاد عبد الله يعطيها الصحة وعقبها قدمنا عرس الدم في هذه السنة السنة اللي بعدها قدمنا التنديل مع المرحوم
العملاق الكبير الله يرحمه ابو عدنان عبد الحسين عبد الرضا، وفي نفس السنه قدمنا ايضا مسلسل عيون الحب. فعيون الحب كانت بطوله جماعيه بطلاله جاسم النبهان، هدى حسين يعطيها العافيه فنانه كبيره، مجموعه نجوم كان فيه، واخذت دور كذي صغير كمخرج منفذ. ايضا بعدها قدمنا اخر صفقه، قدمنا الهدامه. كنا كأن احنا في جامعه انا ويا ابو عزيز، ما كنا نتفارق، اللهم اذا نروح البيت بس كل واحد يروح ينام ويجي ثاني يوم مع بعض ندرس التجربه. صح نقعد نفصصها حضر، يمكن صالح يوم صغير كان حضر يعني ذي التجارب، وكان يصير مساعد مالي يعني في الصيف. حلو بالعكس، حلو انك تكون موجود بالضبط. ايوه بالضبط، تشوف شو قاعد يسوي، خصوصا ان انت فيك هاي الروح يعني انت حاب هاي الاجواء. لا واضح، وكان يكون في نقاش دائم حتى لو ما كان عندنا مسلسل، فالحوار مشترك بين شلون نطور من نفسنا. يعني وايد اعتمد علي محمد دحام في ان امسك التمثيل. معظم النجوم اللي الحين في الصف الاول كانوا توهم بداياتهم، يعني ما شاء الله تتحكى عن 2006 2007 2008. فالحمد لله يعني طبعا افتخر. يعني اخر عمل قدموه مع هيئة، قدمته مع مخرج جديد جميل اللي هو عائلة عبد الحليم عبد الحميد حافظ. عبد الحميد حافظ أي من الأعمال الجميلة، وهي كانت وزرته معنا في اللوكيشن ويا لولوا، هم اللي ماسكين كل شيء، هم اللي قاعدين يسوون ديكور. تشوف جيمي يسمونه هنا، تشوف جيمي، تشوف هذه، تشوف صح يعني أنت اللي علمت كذا كذا. فطبعا فخر لي لما شفت نتيجة العمل، بعث لهم رسالة. بالعكس يعني احنا نفتخر فيك كممثل وكفنان. الحمد لله وكصانع نجم ان شاء الله. احنا لازم براحته، احنا لازم نوكل، لازم يشتغل بروحه. ما بساعده انا، ناخذ راحتنا في الاكل. ايوه 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 الله بالعافيه. مريت على بابكم مرة وخدني الشوق، بداني لقيت نفسي تمنعني عن صالح. شنو الشيء
اللي خاطرك تحققه وللحين ما حققته، او شيء تبي تنجزه او شيء تطمح له وللحين ما صار؟ بالفن ولا حياه المستوى الشخصي؟ يلا الاثنين. اوه وهكت روحك بروحك. اي لا خلاص التمثيل خلاص. التمثيل ان شاء الله ان شاء الله يعني اتمنى ان ندخل عالم السينما ان شاء الله قريبا. شوي تصير وجهة اهتمام ان شاء الله تركيز عليها خلال السنة ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله مو مع المجموعة يعني الشباب ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله. صالح شيء تطمح له شيء خاطرك فيه؟ وايد اشياء انا توني الحين توني مبتدئ يعني حق الفترة الجاية على الاقل حق الفترة الجاية حاب اني اتعلم مجالي اكثر حاب اني اكون وايد وايد زين في مجالي اللي هو التسويق اتخرج اشياء البدائية يعني حق الحياة أيه؟ ان شاء الله بعدين اكمل دراستي برا ان شاء الله. بصالح صالح شكرا ثانك يو سو ماتش شكرا انا اللي شاكركم الصراحه اي على الاقل جمعتونا احنا ما بنلاقى في لقاء اول مره صحتي صدق صدق والله شكرا هو كله مشغول ما شاء الله في الدراسه وكذا ف والله شكرا وانا بشغلي حققتوا لي هالشيء يا مخاطر فيه بالعكس يعني اول ما قالوا لنا وايد يعني استمتعت وفعلا برنامج شاي عجيب والله ما حسينا انه برنامج لا 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 بالضبط هجي استانستوا طبعا طبعا شوفت الشباب بعد يعطيهم الف عافيه اكيد الجنود الفرقه يعطيكم العافيه شباب شكرا لك شكرا لك مصطفى شكرا لك يعني انت ما تدري يعني انت ما تدري يا كثر ما تسالين ايش كثر احبك واحبك مسكين الله يعني انت ما Go.